يقينا يؤثر بشكل مباشر على حظوظ قوى الإطار التنسيقي، خاصة وأن هذه القوى قدمت في دعايتها الانتخابية وحتى ما بعد الانتخابات حينما تحدثت في برنامجها الحكومي التي كانت تسوق له قبل اختيار السيد السوداني، بالدرجة الأساس تحدثت عن ضرورة خفض سعر صرف الدولار، وتحدثت عن إيصاله إلى 1300 بدل ما كان 1446 عفوا. لا، وكذلك ايضا قوى الاطار التنسيقي اتهمت الحكومه السابقه وكذلك كتله سائرون التابعه للتيار الصدري بانهم جميعا اتفقوا على المواطن البسيط، المواطن العراقي الذي تضرر بشكل مباشر من الارتفاع السابق سعر صرف الدولار، واليوم أيضا تضرر بشكل أكبر من الارتفاع الجديد. لذا هذا الأمر راح يؤثر بشكل مباشر على حظوظ الإطار التنسيقي وكذلك جماهيره وكل الفاعلين الذين كانوا يعني يسوقون بأن الإطار التنسيقي هو المنقذ للمواطن الفقير الذي تضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار السابق. لذا أنا أتفق مع دكتور طارق أيضا في هذا الجانب حينما تحدث عن أن قوى الإطار هي تضغط الآن باتجاه إعادة سعر صرف الدولار لما كان عليه، من أجل على أقل تقديرات أن لا تخسر حظوظها في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.